عليكم احبائي ومتتبعي القناه شاف مريم. اليوم ان شاء الله غادي نحط وصفه جديده ديال طريقه تحضير حرشه كتجي هشيشه ولذيذه. غادي نحتاج 500 غرام ديال السميده، كاس ديال سنيده، كاس ديال الكوك، كاس ديال الزيت، نص لتر ديال الحليب، وخماره واحده ديال الحلوه. على بركه الله، بسم الله. غادي ندير كاس ديال سنيده، كاس ديال الكوك ما يعادل 65 غرام، غادي نضيف الخميرة، غادي نخلص الخليط مزيان. من بعد ما تخلص ليا غادي نضيف الزيت، خليط مزيان. دابا غادي نبدا نضيف الحليب شويه بشويه. تخلط الخليط مزيان، دابا غادي ناخذ المقله ديال الوجده. بالنسبه اللي ما عندوش يمكن له يدير اي طاوه ما كتلصقش. المقله غادي نكون دهناها من قبل، دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيتها بالسميده. من بعد ما حطيت الخليط غادي نرشها بشويه السميده من الفوق. غادي ندخلها للفران بارد،